على الرغم من اتفاق مجلس الوزراء على تعليق وتأجيل كل البنود المتعلقة بالتعيينات، مررت الحكومة في جلستها الجمعة ثلاثة بنود وظيفية، كان من بينها إحالة المدير العام للصناعة داني جدعون على الهيئة العليا للتأديب وإيقافه عن العمل لحين صدور قرار التفتيش بسبب خلافات مع الوزير جورج بوشكيان. مصادر الجديد أشارت إلى أن بوشكيان اعتبر في مداخلة له حول هذا الموضوع خلال الجلسة أن جدعون أرسل مذكرات إلى موظفي الوزارة وإداراتها طلب فيها عدم التعاون أو التواصل معه، إضافة إلى تجاوزات أخرى. وقد حصلت الجديد على مذكرة صادرة عن جدعون يطلب فيها من العاملين في المديرية العامة للصناعة الالتزام فقط بتعليمات وأوامر المدير العام الرئيس المباشر لجميع العاملين في المديرية. لكن ينقل مقربون عن جدعون قوله أن الوزير يستثني صلاحيات المدير العام وأنه قدم 6 دعاوى أمام مجلس شورى الدولة ضد بوشكيان الذي أعطى 38 رخصة صناعية دون احترام الأطر القانونية والإدارية وتجاوز فيها صلاحياته وتعدى عليها. كذلك يتحدث جدعون بحسب مقربين منه عن شبهات فساد وعمولات يقبضها بوشكيان لقاء التراخيص الذي يعطيها. قرار الحكومة أثار العديد من ردود الفعل التي رفضت هذا الإجراء، وتقدم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي المعترضين، حيث طلب الرئيس ميقاتي بإعادة النظر والتراجع الفوري عن القرار الذي وصفه بالمشحف والواجب التصحيح بحق أبناء الطائفة المعروفة بأنها جسر عبور بين المكونات اللبنانية والتي تحولت في وقت من الأوقات إلى طائفة منتقصة الحقوق بفعل التسويات الحاصلة على حسابها منذ ما بعد اتفاق الطائف. وأضاف العبسي: بتنا نخشى أن يكون هناك قرار نافذ بإقصاء أبناء الطائفة عن مراكز القرار الإدارية والسياسية، بحيث نلاحظ فراغا في العديد من المراكز الكاثوليكية على غرار مديرية الطرق والمباني في وزارة الأشغال ومديرية تلفزيون لبنان. وفي هذا الإطار تشير معلومات الجديد إلى أن الرئيس ميقاتي الذي حل ضيفا مع عدد من الوزراء على مائدة غداء بوشكيان السبت أجرى اتصالا صباح اليوم نفسه بالبطريرك العبسي، أكد من خلاله حرص الحكومة على مواقع الطائفة الكاثوليكية في الدولة وعدم التعرض لها بأي شكل. وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال وممثل الطائفة الكاثوليكية في الحكومة جورج كلاس رفض في اتصال مع الجديد استثمار الموضوع سياسيا وطائفيا. الوزارة نحن مش بصدد التعيين اطلاقا. اول شيء هذا الموقف، هذا الشيء اللي حدث، لانه للاستثمار السياسي ولانه للاستثمار الطائفي ولانه للاستثمار المذهبي، هذا الشيء بشق الاداري، بنخليه بشق الاداري. ما حدا بيحكي يعني بزايد كاثوليكية لا علي ولا على غيري بهالموضوع هذا. انا اذا في شيء بدأ بكرامة ابن الطائفة أو الطائفة وأنا أبعد شيء عن الأمور، أنا كنت متصدى بالتمام، ولكن طرحت الأمور بسياق الإداري فقط لا غير. أما الوزير السابق سليم الجريصاطي فاعتبر أن هذه الحكومة كان يجدر بها ألا تنزلق إلى هذا المنزلق غير الدستوري وغير القانوني، خاصة أن حكومة تصريف الأعمال تنظر في جدول أعمال يتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا عند توافر الضرورة القصوى والعجلة الماسة. داني جدعون من المدراء العامين الملكيين الممتازين، أنا هذه خبرتي معه. هلأ إحالته على التفتيش أو وضعه بالتصرف، ومن ثم وضعه بالتصرف لأنه في خلاف بينه وبين الوزير بوشكيان، أنا برأيي بيطرح علامات استفهام كبيرة، ورح جرب استوضح الرئيس مهدي بهذا الموضوع. وحكيت مع داني، يجب التضامن مش من باب وضع الخطوط الحمر كما سوينا على أولاد طوائفنا عند ارتكاب أو عند إهمال أو عند سمح الله معصية، لا، من باب الاستفسار لأنه مدير عام مميز. يذكر أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم كان قد ادعى على جدعون عام 2019 بجرم هدر المال العام في ملف مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية. ومن جهة أخرى أقر مجلس الوزراء في جلسة الجمعة البند 33 من جدول الأعمال، والذي حصر فيه موضوع استيراد البرغ بإجازة صادرة عن وزير الصناعة حصرا، ما اعتبره مقربون من جدعون انتقاصا من صلاحيات المدير العام. محمد فرحات، قناة الجديد.